يستحسن ان التريلر دي تطلع اقوى تريلر في تاريخ البشرية. انا سبت لها مباراة مولعة ما بين مجموعة من الفراخ ومجموعة من السحالي بيلعبوا برا دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو الفيلم المرتقب كابتن مارفل. بس قبل ما نخش في التريلر بتاعت كابتن مارفل، عايز افكركم اني النهارده الصبح نشرت المراجعه بتاعت فيلم دي انجل، فمش عشان خاطر كابتن مارفل ننسى نتفرج على المراجعه بتاعت دي انجل. والنبي ما تخلونيش اندم اني نزلت حلقتين في يوم واحد، فارجوكم بعد ما تشوفوا الحلقه دي روحوا اتفرجوا على المراجعه بتاعت دي انجل. افتكروا تعملوا اشتراك في القناه، احنا وصلنا 281 الف مشترك، خلاص هانت، فاضل لنا 19 الف بس ونوصل 300، اللي هو مفيش اي حاجه مهمه هتحصل لما نوصل لها، بس عايز اوصل لها قوي. كابتن مارفل هو الفيلم رقم 21 ضمن افلام عالم مارفل السينمائي، وهو الفيلم الثاني اللي بيتعرض بعد المدعكه بتاعت انفينيتي وور، والفيلم الاخير اللي هيعرض قبل الجزء الثاني من المدعكه بتاعت انفينيتي وور اللي محدش عارف لها اسم لحد دلوقتي. وهو الفيلم اللي بيقدم لنا بطل جديد او بطله عشان التعبير يكون دقيق في عالم مليان بالابطال الرجال، واستثناءات بسيطه جدا فيها ابطال نساء بتنضم لهم كابتن مارفل، ولكن ده الفيلم الاول اللي من بطولة بطلة واحدة ست. ومن غير مقدمات اطول من كده، خلونا نتفرج على التريلر اللي كالعادة ما شفتهاش ولا مرة، هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة، فيلا بينا. انا حسيت من ورا راسه ما كانش عنده الاي باتش، نيك فيوري صغير، نيك فيوري صغر. So you're not from around here. It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real. We have no idea what threats are out there. We can't do this alone. We need you. I'm not what you think I am. حلوة جميلة كلابالا، حلوة جميلة. يعني هي تيزر طبعا، مش واضح ان يعني ما اعتقدش ان هي تريلر قوي رغم ان زمانها طويل، بس هي تيزر. والله حتى الحبكة واضحة، مش عارف هي واقفة يعني على الحافة ما بين كونها تيزر وكونها تريلر، بس قدمت حاجات كتير ووفرت معلومات كتير. لا بصراحة عوضتني عن ماتش السحالي والفراخ، مش زعلان قوي يعني. طيب خلونا نخش جوه التفاصيل على طول. من اللي قريته انا فاهم ان شخصية كابتن مارفل او كارول دينفرز تلقت تدريب فضائي مع ايليينز، مع الكري بالتحديد، والكري دول ليهم قصة المفروض ان احنا عارفين عنها شوية حاجات، بس خلونا نتكلم فيها لما نوصل لها شوية. لكن ما كنتش متصور ان الفيلم هيبتدي بيها جيالنا من بره، وده بيسرع الدنيا شوية، بيحركنا لقدام، بيقربنا اكتر من
الفصول بتاعت المغامرة، وده كويس. برضو فكرة ان احنا بنبتدي من نادي فيديو بتوضح لنا الحقبة الزمنية للأحداث بتدور فيها اللي هي من الاخر التسعينات. غريب في بلاد غريبة، ما اقدرش اقول اني فاهم ايه سر الزرقان اللي في الشاشة دي، او ايه موضوع 10 دي، ايه 10 سنين مارفل ستوديوز يعني، حاجة كده ايه على ثور شوية اللي هو نازل مش فاهم قوي. سبيس انفيجن او غزو فضائي، وده موضوع انا كنت عارفه برضو من قبل ما اتفرج على التريلر، من الحاجات اللي قريتها يعني، ان اصلا حبكة الفيلم المفروض ان الارض بتلاقي نفسها في وسط صراع فضائي ما بين الكري والسكرال. ايه نقول عليها افضل لحظة في التريلر؟ ايه اللحظة اللي استوقفتني بصراحة، انا اضطريت اوقف التريلر فيها يعني، نيك فيوري وهو صغير. اظن الفيلم ده هيوريلنا ازاي عينه دي طارت. فهي بقى بتبتدي تفتكر وتجيلها فلاشات كده، تفكرها ان هي كان ليها حياة على الارض اصلا قبل ما تروح الفضاء وترجع تاني كاحد الغرباء وبتاع. دي بقى مودية شوية على ستار لورد اللي هو كان في الارض وبعدين سافر في الفضاء، وبعدين التلميسة بتاعت جارديانز اوف ذا جالاكسي دي مهمة هنتكلم فيها برضو، والبتاع اللي دراعاتها محشورة فيها دي شوية شبه دي انكريدبلز. جود لو، طب ليه الشراسة دي ليه كده؟ اللي هو نظام تلاقيها قعدت في الكرسي بتاعها في المترو مثلا فتجننت بقى. ايجنت كولسون بحبه قوي صراحة. وذ تارجت، ده الجهاز اللي استخدموه في البوست كريديت سين بتاع انفينيتي. سبويلر اليرت يا جماعه، هنحرق في انفينيتي وور لو في حد جاي لنا من كوكب تاني ورخر ولسه ما شافوش. ده البتاع اللي هو يعني ايه بيراسلها بيه. اديني في الفضاء بقى. باتمان بتطلع نار من عينيها. مارس 2019. لا قبل ما نطوي صفحه التريلر دي عاوز اعدي على الكلام اللي كان بيتكتب في النص ده، عاده بيقع مني في اي تريلر في الدنيا يعني. في 2019 اكتشف الذي يجعل ها الذي يجعل ها بطلة. يا واد يا لعيب احب انا الحركات الرخيصة دي. في مارس 2019 يمها اللبية يا لا، موضوع ظريف وجميل وجامد. الفكرة زي ما قلتلكم ان كابتن مارفل او كارول دينفرز دي بتعيش فترة وبتتلقى تدريب عند الالينز بالحضارة بتاعتهم، بالتكنولوجيا بتاعتهم، بالقدرات الخارقة، بالحاجات دي كلها. الحقيقة مش باين بالنسبة لي قوي هي ازاي اتشفطت عندهم، بس هي بتقعد فترة طويلة مع الكري، والكري دول احنا تعرفنا عليهم في Guardians of the Galaxy الفيلم الاول، عشان كده قلتلكم الدنيا ملمسة شوية. دول اللي منهم رونن اللي هو الشرير بتاع Guardians of the Galaxy اصلا، وموجود في الفيلم ده على فكرة، لان الفيلم ده بيدور في التسعينات قبل احداث Guardians of the Galaxy زي ما اتفقنا. وفي شخصية تانية كمان اللي هي كوراث اللي قام بدوره جيمون هونسو، هيكون موجود برضو في الفيلم ده. وبعدين لما بتيجي بقى بتبقى معرفش بسببها ولا هي صدفة ولا ايه بالظبط، الارض مركز الصراع ما بين الكري دول وما بين ريس تاني او جنس تاني فضائي برضو اسمه السكرال. وبعدين بتجيلها بقى خيالات من الماضي بتاعها وبتبتدي تنبش فأصلها، وبتروح لنيك فيوري وبتقول له انا بنت مين يا نيك وحاجات زي كده. واظن ضروري طبعا في المشهد اللي بعد تتر النهايه في الفيلم ده لازم نلمس مع انفينيتي وور زي ما انا توقعت، وعشان يعني دوره الحياه تكمل. فريق البطوله فيه بري لارسن الفائزه بجائزه الاوسكار عن فيلم روم، واللي بعده قلنا بقى يا ما هنا يا ما هناك وهنكسر الدنيا، والحقيقه ما كسرناش ولا عملنا اي حاجه، بس برضو ايه ما نقدرش نقول انها فقدت جزء من لمعانها وتالقها، لسه برضو بنبص عليها كممثله مهمه جدا ومتحمسين جدا لوجودها في الفيلم ده. عندنا ساميول جاكسون نيك فيوري وهو صغير، انا سخنين جدا على الموضوع ده. عندنا جود لوبس ما اظنش ان دوره كبير قوي. عندنا انات بينينج، عندنا جيمون هونسو، عندنا الراجل بتاع رونن ده، وعندنا ايجنت كولسون. الدنيا في الظريف بس مش في المتفجر قوي يعني. عندنا كمان بن مندلسون اللي عامل الشرير بتاع الفيلم، وده خبر جامد جدا لان الراجل ده ممثل تقيل تقيل يعني. السيناريو فيه كم اسم بقى يا ريس؟ 1 2 3 4 5 6، ناس كتير كاتبة سيناريو، مش هنتكلم في الموضوع ده خالص. الاخراج للثنائي انا بودن وراين فليك، ودول ثنائي بيشتغلوا مع بعض دايما في افلام مستقلة صغيرة، مش شرط تكون مشهورة قوي، ومش متجوزين. معرفش ليه اهتميت ان انا ادور في المعلومة دي، بس دورت وخلاص فلازم اقولها يعني. الافلام اللي انا عارفها ليهم هي It's Kind of a Funny Story 2010، كان فيه زاك جاليفيانكس لما كنا بندور على افلامه يعني، وهاف نيلسون 2006 لو انا فاكر صح، ده اول ترشح لرايان جوزلينج للاوسكار. الفيلم منتظرين عرضه في 8 مارس 2019 ونسبة ترقبي 10 من 10. طبعا يعني ده الحافة الاخيرة اللي حنط منها جوه انفينيتي وور، واظن كفاية بقى ياريت على الاقل نعرف اسم الفيلم، بوستر، اي حاجة، عاتوا 10 جنيه. طيب سبسكرايبوا في القناة انتوا كمان، ايه المانع يعني. عموما ده رأيي وانطباعاتي ودرجة ترقبي، الاهم منهم هي رأيكم وانطباعاتكم ودرجة ترقبكم، ياريت تساهموا بيهم في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة، ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، واشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز، وباي باي.